يقول أحد الفلاسفة: يمكنك التوصل إلى أعظم الأفكار، لكنك ستحتاج إلى من يساعدك على تحويل هذه الأفكار إلى نتائج. فلا يمكننا الوصول إلى القمة إلا إذا تعاوننا جميعاً. تلك الكلمات أثبتت على أرض الواقع من خلال العلاقات السعودية الأردنية، والتي تعتبر بالقوة المتنامية على مدى الثمانية عقود الماضية، خصوصا بعد أن جمع بينهم المصير المشترك بحكم التقارب الجغرافي والتاريخي، إلى جانب أقصى درجات التفاهم بين القيادتين، ممثلتين في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين. والتنسيق الدائم بينهما هو ما سهل من مهمتهما في محاربة تنظيم داعش الإرهابي فكريا وأمنيا وسياسيا. توجد شبكة مصالح متبادلة بين البلدين يصعب على أي طرف التخلي عنها أو المغامرة بها، ويؤكد المحللون إلى أن بينهما مصالح تاريخية مشتركة سياسية واقتصادية واجتماعية تجمع المملكتين. لنعود للتاريخ لنرى العمق الاستراتيجي بين المملكتين. قام الملك سعود بن عبد العزيز حين كان وليا العهد آنذاك بزيارة إلى شرقي الأردن عام 1935 للميلاد. كان لتلك الزيارة دور كبير في تعزيز العلاقات بين الجانبين، حتى من الجانب الأردني، فقد تجاوبت بقوة مع دعوة الملك فيصل بن عبد العزيز للتضامن الإسلامي، وكان للأردن دور كبير في هذا الأمر. ونتيجة لهذا التطابق، فقد قام الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله بزيارة للأردن في العام 1966 للميلاد. وواصل المواقف التاريخية الملك خالد والملك فهد رحمهم الله، وقفوا مواقف راسخة وثابتة تجاه الأردن، فقد التزمت السعودية عقب مؤتمر بغداد عام 1979 للميلاد بتقديم مساعدات للأردن. وإذ أتينا من الجانب العسكري فلا ضير في ذلك بالترابط العسكري القوي، والذي رابطت القوات السعودية جنبا إلى جنب مع القوات الأردنية على الأراضي الأردنية. فقد دخلت القوات السعودية على إثر العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 للميلاد، ودخلت مرة أخرى في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة عام 1967 للميلاد. مواقف المملكة العربية السعودية مواقف ثابتة وراسخة تجاه الأردن، فالسعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي وفت بالتزاماتها تجاه الأردن عقب انتهاء المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1957 للميلاد، وتوقيع اتفاقية المعونة العربية. لو كان بالإمكان ذكر جميع المواقف من جميع الجوانب لاحتجنا لساعات لتعدادها. أما من الجانب الاقتصادي، فقد أوضح الاقتصاديون أن العلاقات بين المملكة على مدى العقود الماضية مع المملكة الأردنية هي الأقوى على المستوى الإقليمي اقتصاديا وسياسيا، مشيرين إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن نحو 13 مليار دولار، وتحتل المرتبة الثانية بنسبة للاستثمارات الأجنبية. وتدعم السعودية الأردن بطرق عدة، منها المساعدات المالية المباشرة وتقديم النفط بأسعار تفضيلية، وتعزيز حركة الاستثمار السعودي في الأردن، وتعزيز دور رأس المال البشري الأردني في تنمية ونهضة المملكة العربية السعودية. لم يغب التوافق السياسي بين البلدين، لذلك تضع القيادة الهاشمية في الأردن والقيادة السعودية مصلحة الأمة العربية على رأس سلم الأولويات السياسية، إذ تعمل القيادتان معا على تنسيق لتجاوز العقبات التي قد تعترض العلاقات العربية، والأهم من ذلك حماية الدول العربية وشعوبها من الأثار السلبية لتدخل القوى الإقليمية والخارجية ذات الطموحات التوسيعية التي تحاول العيث فسادا باستقرار المجتمعات العربية. حقا ما أرخص الحب إذ كان كلاما، وما أحوج البعض منا لأبجديات المواطنة الصادقة. أخيرا، أدام الله علينا قياداتنا الحكيمة وشعبنا العظيم. عبد العزيز أبو مالح، يا هلا الليلة.